دكتور احمد ازيك؟ الحمد لله تمام. وحشنا، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام بالتوفيق ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والساده المشاهدين بخير ان شاء الله يا رب دايما. تشكيل اعتقد متوقع لنادي الاهلي، يعني يمكن كان هو هل احمد فتحي اللي هيلعب ولا هاني، ده تم الدفع باحمد فتحي بدايه رمضان صبحي وجيرالدو ووليد ازارو ومن خلفهم، يمكن التشكيل المتوقع فعلا للنادي الاهلي. قول لنا التشكيل مره ثانيه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، طبعا بيرجع بعد الايقاف في المباراه الاخيره، تالق حمدي فتحي في الفتره الاخيره فثبته في الاثنين الارتكاز، سواء حمدي فتحي وعمرو السوليه اثنين ارتكاز، الاربعه اللي ورا احمد فتحي ناحيه اليمين وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومعلول، الاربعه دول ثابتين دايما. السوليه وحمدي فتحي يعتبروا بصراحه احسن اثنين ارتكاز حاليا من وجهه نظري، قدامهم صالح جمعه والحاله اللي بيمر بيها في الفتره الاخيره، رهانه على جرالدو في برضو دي حاجه تحسب للاسارتي بصراحه، رهانه على جرالدو رغم ان في بعض الانتقادات، لكن انا شايف بصراحه ان هي تحسب له النهارده، جرالدو ممكن يعني يكون لي مفعول السحر باذن الله. والناحيه الثانيه طبعا عوده رمضان صبحي وقدام وليد ازارو، فالتشكيله جيده بالتاكيد، وان شاء الله يعني تكون فيها يعني مفتاح الفوز باذن الله.